اليوم يا جماعة الخير ممكان وعادة إليكم بمقطع جديد من لعبة جراند 5 الحياة الواقعية. هذا المقطع يعتبر أول مقطع معنا برمضان من جراند، لذلك بهذه المناسبة جهز لكم كم باكج كذا خرافي نفتحهم إن شاء الله بهذا المقطع. أتمنى أن هذا المقطع يا جماعة الخير ينال على إعجابكم. قبل كل شيء أتمنى من كل شخص ينزل الآن فورا، تعرفون العادة والمعتاد، تضغطون على زر لايك يا جماعة، خلينا نوصل 40,000 لايك. أنا أدري بدكم تسوونها، بالله عليكم لا تبخلون على زر لايك. فبهذه المناسبة خلينا نبدأ مقطعنا بركة الله، انترو رمضان وبعدين نكمل. انا جاني خبر انه في بيت رقمه، ما راح اذكر رقمه الان، راح اروح عليه بدون ما اذكر رقم، لان اذا ذكرت رقم البيت راح يطير على طول. انا عارف انه في ناس تتابعني وتحب دائما تسرق البيوت اللي ادورها، وهذول الناس يعرفون نفسهم يعني. اوكي ما ودي اذكر اسامي ولكن تعرفون نفسكم. المهم يعني في بيت راح اروح ازوره الان يا جماعه الخير، جاني انه هذا الرقم يبيعون بيتهم ب 60 مليون يا جماعه. اوكي 65 مليون كان، بس اتوقع صار 60 مليون، والان الفرصه المناسبه انه نروح نزور هذا البيت فورا بدون ما نضيع على نفسنا. ولكن قبل لا نروح تعالوا بس نشوف كم عندنا كذا دولارات عشان نفتح كم باكج يا جماعه. تعرفون يعني لازم نفتح كل باكجات اليوم. عندنا 513 دولار يا جماعه الخير عشان نفتح فيهم باكجات، عدد جدا كبير. اتمنى نحصل على سيارات جدا جدا رهيبه اليوم، فرمضان كريم يعني، ولازم نحصل على سيارات بمناسبه رمضان، تعرفون يعني ان شاء الله نتوفق. ولكن قبل كل شيء ايضا لازم نفتح الجوال هنا شويتين ونشوف ايش عندنا وما عندنا. اول شيء نشوف المزاد. اوكي ما في شيء بالمزاد كالعاده، المزاد معفن اصلا، ما ادري ليش دائما ادخل المزاد واتفشل واطلع، ما علينا. ندخل الكتاب هنا ونشوف افضل صوره، هل يا ترى اخذناها ولا لا؟ ما اتوقع، ولكن تعال نشوف نشيك مع بعض الان. اوكي مع الاسف الشديد للمره الثانيه على التوالي ويست مافيا اخذت الصوره، ما شاء الله عليهم يعني محترفين كثار مره، اغنى اغنياء السيرفر يا شباب. هل يا ترى نحن لسه موجودين هنا ولا يا جماعه طرنا الان؟ تعال نشوف الان توب كم صرنا في قائمه الاغنياء. هل يا ترى نزلت كثير طلعت كثير؟ وين انا بالتحديد من القائمه هذه اصلا؟ انا موجود رقم 50 يا جماعة الخير، أنا في الوسط الآن، رقم 50 بمبلغ 70 مليون، معي مبلغ 70 مليون، وبهذا المقطع راح نحاول نوصل إلى مبلغ 90 مليون، 80 مليون، ما أدري صراحة، ولكن على حسب حظنا يعتبر يعني، تمام؟ فلذلك لا أطول عليكم الآن، تعال نروح الجراج، نختار لنا السيارة كذا مرتبة، نطلع فيها ونطلع نشيك إيش عندنا وما عندنا. أنا ودي أطلع صراحة في أي سيارة الآن نطلع، والله إني محتار أنا صراحة الآن، ودي إن والله هذه السيارة شباب آخر مرة طلعت فيها الكل صار يقول لي يلحقوني ويسألون عن السيارة. بالمناسبة يا جماعة الخير حاولت أحسن لكم جودة هذا المقطع، فأتمنى أن هذا الشيء يكون مبين بالمقاطع يعني، واكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا هذه الجودة عجبتكم عشان أكمل فيها. أوكي يا جماعة الخير أنا حطيت رقم البيت الآن بالجي بي إس وراح أزور البيت فورا وحالا بدون طول انتظار، لأني صراحة جدا متحمس أشوف شكل البيت هذا وليش سعره 60 مليون، لأنه السعر مو رخيص أبدا يعتبر. هاي حطيت الإعلان شباب، إعلاني طلع إعلاني. أوكي وأنا وصلت إلى البيت تقريبا، هذا هو البيت يا جماعة، البيت المعروض للبيع هذا هو. هذا هو البيت المعروض للبيع. اوكي حركات والله. من يتصل فين؟ من هذا اللي يتصل فين؟ هلو السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا. الو هلا. اسمع بس مالك، بدنا نساعدك بتدوير باي هاوس. والله ساعدني والله بالله عليك، دبر البيوت، ما ادري والله ادور انا. اسمع والله عندي مجموعه بيوت، اذا تلقى لك واحد منهم بالله عليك. بيت اسطوري. يلا ومعروضين للبيع الان، بدي نشتريهم الان. بدك تشوفه؟ في واحد بالله عليك. طيب يلا ارسل لي على الجي بي اس الان وبجيك على المكان. اوكي راح يرسل لي الان شباب جي بي اس، والله نايس. بيت رقم 1055 يعني، انا ما اخبي عليكم البيت 1055 شباب. دقيقه بس بشوف ذا البيت انا، هذا البيت كان سعره 60 مليون يا جماعه، 60 مليون لذا البيت يا شباب، والله اني جدا ما ادري اذا هذا البيت. اوه والله كويس، والله كويس شباب، في مساحة كبيرة هنا من ورا. بالله عليكم ايش رايكم انتم شباب؟ شباب انا المرة الماضية انتقلت من بيت إلى بيت بنص الحدث، يعني البيت طار، انتقلت بالبيت بالحقيقة، تخيلوا معانا انه انا انتقلت إلى ذا البيت وكنت أدور على بيت بجراند، فللأسف الشديد ما مداني أبدا. مفتوح ولا لا؟ مفتوح البيت، والله مفتوح البيت شباب، شوف ايش مسوي ديكور هذا صاحب البيت. اوكي بيت بسيط طبعا، ما ودي اتعمق اكثر، واضح. اوكي ناس بس والله برا عجبني كثير، ما ادري ليش شباب. بالله عليك شوفوا ذي المساحه، والله خرافيه ذي المساحه، ما تحسون؟ اذا نسوي اجتماعات كذا مع الفاميلي وحركات والله بيطلع نايس والله. واهم شيء نحن وحدنا الان بالخريطه، اذا شفتوا الخريطه يا جماعه راح تشوفون هنا في فاميلي واحد، والفاميلي صار بالشارع الثاني، ايزي كثير يعني. اوكي شباب ارسل لي الجي بي اس الان.
1055 شباب، وين 1055؟ والله ما احسني بحب 1055، احسني شايف ذا البيت مليون مره، ما ادري ليه. الزبده شباب كلكم اكتبوا لي تحت بالتعليقات هل هذا البيت ورثت مثل ما يقولون، يعني محرز اني اشتريه ولا لا. 60 مليون ها، حطوا في بالكم 60 مليون طالب فيها. انا اشوف انه مناسب صراحه، يعني على سعره اشوف مناسب كثير. تعال نشوف شباب وين ذاك البيت اللي اوه هذا البيت 1055 للبيع. والله احسني زايره كثير لهذا البيت، بس مشكله من كثر ما ازور انسى يا اخي كل مره البيت كم كان رقمه. هذا البيت اللي انا رايح ازوره الان يا جماعه صاحبه عارض البيت ب 15 مليون، اوكي؟ والله ريتني ما جيت يا ولد، هذا البيت هو. يب هذا البيت. هذا البيت اللي ورا شباب والله مو مستاهل، ليش جيت هنا انا ما ادري والله. الزبده البيت اللي بعده ايش كان يقول لي ذا؟ 979، اوكي. هذا السعر. استغفر الله كي ما علينا. شباب هذا هو البيت، بالله عليك يا اخي ريتك دارت قبل تخبر انه في بيت للبيع هنا، بالله تستهبل يا اخي. الو يا صديق ما اسمعك، اسمعني انا انتظر ترسل لي ها، ما ارسلت لي وين البيت. سكر الخط في وجهي يا شباب. ها ارسل لي، اما ارسل لي والله احسب سحب عليه شباب، احسب يكذب كان. لا والله طلع صادق والله، معليش معليش ظلمناه. اوف هذا البيت للبيع، تستهبل كذاب، هذا البيت للبيع من متى؟ شباب ايش هذا البيت اللي صار هنا؟ والله غريب، هذا لو كان للبيع وربي اسطوري ترى، بس لا يكون يخرط علينا ويدور لي بيوت عشوائيه هذا البني ادم. هاي يتصل فيني يا ولد. الو هلا. ايوه الو. انا دقيقه واوصل عندك. وصلت انا، وصلت. يلا ايش هذول السيارات اللي يطلعون من هنا؟ ايش هذول؟ وانا وصلت شباب، انا وصلت وصلت وصلت. هلا 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 فيك هلا. هي تعال تعال شوف البيت للبيع، هذا متاكد للبيع شباب؟ شو هذا البيت للبيع؟ والله اسطوري. بنزل بنزل بنزل، يلا بنزل. صاحبه البيت منه موجود هسه، اتصل راح يتصل فيه منه موجود، بس راح يرجع. اوكي اوكي بلا بلا اسمعوا دقيقه، بشوف البيت بشوف البيت. اوكي والله بيت اسطوري. شوفوا شوفوا كم كم سعره؟ احسن بيت احسن بيت، ما بعرف هسه راح نعرفه بالله، بس مو كثير. بشوف بشوف بلقي نظر حول البيت دقيقه، ما شفت البيت الا الان دقيقه ثواني. والله حلو والله حلو، ادري حلو اصلا من برا واضح حلو يا اخي، ما يحتاج اشوف. بس يا اخي والله وين وين دقيقه، وين الباب؟ اه هنا الباب. مفتوح ولا مغلق يا اخي؟ وربي بيت حلو والله. بس سمع في مسبح ولا ما في مسبح؟ اتوقع في مسبح من ورا، مستحيل ما يكون في مسبح شباب، مستحيل ما. او هذا هو مسبحه. اوكي حلو حلو ماشي الوضع، حلو حلو والله اسطوري يا اخي. شوف المساحات شوف المساحات. ولا اوكي كفو كفو. انا بعثت له على الديسكورد اذا بده يبيعه، بس حكى لي لا، فرديت بعثت له كمان مسج قلت له not even for 70 millions، خلينا نشوف اذا برد. معناها ما اتوقع هو اصلا ما بده يبيعه. لا هو ما اوكي اوكي يعني شوف 70 مليون عنده فراطه. فراطه اي والله والله. هاي يرد حكالي لا لا مش للبيع اصلا، لو ما شو ما بتدفع. الان يا جماعه الخير صرنا لوحدنا واخيرا رجعت البيت يعني، فاقترح عليكم انه انا لسه ما خلصت مشاويري، طبعا عندي لسه مشوار اروح اقضيه في مكان بيع عقارات البيوت. هذه السياره فيولها فاضي، ما ادري لاي سبب فيولها فاضي. والله يا جماعه الخير ذي الفراري صاروخ ارجوي، ابي اروح مكتب العقارات. صايره وصايره معنا هنا، بسم الله على بركه الله. وهذا نحن الان عند مكتب العقارات، خليني اصف سيارتي وراهم الان وخلي الكينج مام كالو ينزل من هنا. اقفل سيارتي طبعا دائما وابدا مو هنا، اقفل سيارتنا الان بسم الله خلينا ننزل. واو هذه السياره حلمي فيها شباب، تخيل اليوم نكسب هذه السياره بتفتيح الباكج، والله راح يكون شيء اسطوري. سعر هذه السياره اتوقع، مو اتوقع انا متاكد انه سعرها 40 مليون صح؟ 30 مليون سعرها. او ماي جاد 30 مليون والله غالي كثير. اوكي بسم الله. I know, but that's not gonna get me anywhere to rent the house. ما عليه ما عليه. يا شباب تعاركوا بعدين، بالله خلينا نشوف يا اخي، بالله هدوا هدوا. ايش في عندنا سيارة هنا بيوت البيع؟ I'm gonna sell it 20K. يا اخي او ماي جاد يتكلمون هذول كثير. هذول صرعوني والله شو ودي افتك من ذا المكان بسرعة، والله اني صرعت والله. يا اخي يتشاجرون في ذا المكان، ذا يقول لي اجر لي ذا البيت بذا السعر وذاك يقول لي ما اقدر بذا السعر. اوه. ذا لوحده 1765 1765. يا اخي طلعني من ذا المكان، بالله عليك طلعني من ذا المكان، خلاص ما ابي. 1700 ونسيت الرقم، نسيت الرقم وربي نسيت الرقم، ثواني ثواني نسيت الرقم. او ماي جاد كان اخر بيت 1765. اوكي 1765 لا نسيت رقم بيت من جديد دقيقه. امزح امزح والله امزح. وين ذا البيت صار كذا لوحده يكون؟ اوه صاير هنا البيت شباب. اي نعم رجعت هنا من جديد شباب، بس بشيك كم باركينج بليس اللي ما شيكت والله معليش. خمسه باركينج سبيس والله كويس والله، والله بروح ازوره شباب بروح ازوره. ورب البيت هذا عجبني كثير ما ادري ليش. شباب انا وصلت الى البيت المعروض للبيع الان، صاير معنا عندي التلة هنا، في شيء غريب صراحة. البيت هذا جدا غريب حيكون كذا، خلينا نشوف. والله شباب ايش هذا البيت؟ ثواني ثواني،
حاسس نفسي جاي الى اوكي حركات معانا. هذا البيت صاير هنا، في عندنا وظيفة هناك، بس صراحة ذي مو حلوة لأن في وظيفة بالأعلى، وذا البيت مو حلو أصلا يعني ما عجبني. لا ما عجبني، بس خليني أشيك من الأمام من ورا يمين يسار، ما جيت على الفاضي شباب، قطعت مشوار الطريق والله إني تعبت. ذا هو البيت مفتوح. أوه كيف فاتح البيت، ريتك ما فتحته والله إني. وهذا إيش هذا بالتحديد؟ الناس تجي تمر من هنا من على بيتي وتجي لهنا، يعني إيش ذا الغباء؟ من ذا؟ Yes of course. لا اعطاني ايش هذا؟ اعثر على الطفل المفقود، الجدة قالت انه كان بالغاز ستيشن. ايش العثر على هذا غاز؟ اين اشترون اي غاز ستيشن؟ ما في غاز ستيشن. انا الان وصلت الى بيت الفاميلي يا جماعة الخير، واشوف بعض الغشاشين هنا عندنا. عزيزي ليش مشغل الان برنامج يمشيك اوتوماتيكيا عشان تكسب باللعبة 55,000 بعد 2:50؟ هاي المحتالين ها، وربي شاف الفاميلي هنا محتال ها، يعني تعرفون. طيب خلينا نروح الجراج الان على طول، لان ابي افك باكجات صراحة، يعني شباب لازم افك باكج، يعني كلكم داخلين منتظرين الممكن يفك باكجات صح ولا لا؟ اليوم طبعا ما عندنا عجلة حظ يا جماعة الخير عشان ندور، هذه باكجات رمضان بالنسبة لي، فلذلك على حظ رمضان راح نفتحهم على بركة الله يعني. فراح ابدا حبة حبة شباب، راح ابدا بذل خمسة، نفتح من اثنين ثلاثة، بعدين نحول على غيره، لأن هذه السيارة جدا حلوة صراحة إذا طلعت لي، أوكي؟ ليتس جو، هذه على حظ رمضان بالبدايات كذا، بسم الله. ما تعرفون يعني، تخيلوا أكسب سيارة كذا من البداية، ما ندري شباب ما ندري. 75,000 اوكي نايس، راح افتح منه كمان تقريبا خمس باكجات افتح منه، ليتس جو. صايره وصايره يا شباب، ما في بحظ من 50,000 اوكي. راح نكمل طبعا فتح ذا شويتين كمان، لان ما تدري ممكن فجأة حظك يكون حلو، او ممكن فجأة ابدا ما يكون حلو يا حبيبي. 125,000، هذا يعتبر اكثر باكج ناجح حرفيا، 5 دولار تدفع تكسب دائما اكثر من 50,000، شوفوا اكثر من 50,000، انت ما تسوي شيء الان، راغب راغب، اكثر من 50,000. 150,000، يعني هذا الباكج غش، تشيت هذا الباكج حرفيا، تبي فلوس جيب 5 دولار حط فلوس هنا. 100,000 اصمت 2 50,000. انتم جميعا اللي تتابعون هذا المقطع لعيونكم، هذا بحظكم شباب، ضبطوني ها، ترى اضبطكم لكم بحظكم بالله عليكم. 100,000 يا اخي اوكي والله اساطير. 75,000 اوكي، عدد الاشخاص اللي ضاغطين زر اللايك، وربي لو اقل من 50,000 لازعل والله شباب، اذا اقل من 50,000 انا بزعل والله. 50,000 ها، مع انه حرام 50,000، لازم هذا المقطع يوصل مليون لايك، بس ما علينا اسامحكم يعني. باقي اثنين شباب وناخذ 300,000، ما راح نبخل ابدا، هذه بحظ ممكاله بدون ما تناظر. ريتك مناظر يا اخي والله ما يفرق، ترى ذا الباكج مستحيل يطلع لك فيه شيء. ذا الباكج شباب تدرون اخر مره انا سويت رقصه وحصلت فيها سيارات بالهبل، تعال نروح على الدانسينج هنا نسوي ذي الرقصه. او يا 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 ممكالوز هير، ممكالوز ذير، ممكالو از ان افري وير، نفتح بعدين بسم الله سياره. لا يا القهر يا اخي، نبي سياره بالله عليك. 75,000 اوكي كويس، عشان لا افتح من ذا الباكج في حياتي يعني، لانه صراحه ما احب افتح باكج يكون فيه سياره واحده من هنا وفاضي هنا، ابي دائما يكون فيه سيارات، فاهمين يعني. بسم الله باكج ابو 10، هذا الباكج المره الماضيه ربحني بالله عليك ربحني. الله اكبر، طلعت لي سياره من البدايه يا رب يا شباب، طلعت لي الاودي ار اس 5، الاودي ار اس 5، ليتس جو يا ممكن، ليتس جو. تعال شوف سعرها شباب، والله هذا الباكج اللي احبه كثير قسم بالله شباب، ذا الباكج عندي جدا احبه ذا الباكج يا اخي، وربي باكج اسطوري. تعال شوف الاودي ار اس 5 سعرها ابدا 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 مو سهل راح يكون، اتوقع 5 مليون وما حولها. بالله شوف شكله محلى بالاول، ما شاء الله تبارك الرحمن. اودي ار اس يا عمي من نوع نسيت النوع ما علينا، بسم الله 5 مليون، 6 مليون ونص، 6 مليون ونص، ايش خبرتكم شباب ربي عارف. اودي ار اس 5 كوب اسمها، او ماي جاد يا حبيبي، شوف شوف محلاها شباب بالله عليك، شوف محلاها، راقب راقب عزيزي راقب، ادخل الداخل، واو شباب شوفوا هذه هي الاودي. طبعا اقدر اسوق في الجراج عادي، نحن في جراند الحياه الواقعيه، ما يهم متى ما تسوق، ما يهم ابدا. بالله شوفوا شباب بالله، اوه باك فاير اللي فيها، والله رهيبه شباب وربي رهيبه، وربي انها رهيبه جدا. يا ويل ويلي يا ويلي، ما ادري كم تمشي سرعتها، ولكن اللعبه للاسف الشديد الى الان السيرفر هذا ما في عنده كذا جراج خاص فيك بالسيارات، يعني اذا صار معك سيارات كثير ما تدري ايش تسوي بالتحديد، اوكي؟ نبي نروح سياره من السيارات هنا ونبدلها الان مكان شيء ثاني، بسم الله تعال نكمل. الحظ كان اسطوري شباب ها، وربي الحظ اسطوري. طيب هنا حصلنا ذي، حصلنا ذي، راح يبقى لنا اللي بالوسط، حرام جدا انه ما حصلناها شباب، وما ادري هنا كم باقي، هذا 8 مكتوب عندي، 8 نقاط، يعني بعد شوي احصل 400,000، بفتح من هذا الباكج كمان كم حبه، اوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل اكسب سيارة كمان مرة. لا لا عاد انت زودتها يعني، تبي السيارات ورا بعد ايش ذا؟ 200,000 كفو يا ال 200,000، اوكي باقي لي نقطة واكسب 400,000. شباب هذه لعيونكم جميعا، وربي انكم اساطير، هذه لعيونكم وربي يا جماعة. عادي جدا وربي عادي، عادي جدا عادي، عادي عادي.
شكرا لكم على 200 ألف شباب، شكرا لكم ما خسرتم. آخ لو تطلع لي هذه السيارة يا جماعة، والله العظيم شكل هذه أسطوري والله. بحاول فيها مرتين بس شباب، بحاول فيها بس مرتين على أمل إنه بالمرتين ذي تطلعنا. ما تدري لازم دائما تخاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا الله يا الله. مستحيل مستحيل، أنا جالس أضيع فلوسي. أوه 300 ألف، 300 ألف شباب، وكأنه عندي سيارة سعرها 3 مليون وبعتها ب 10% من سعرها 300 ألف. يعني ذا الباكج أسطورة شباب، شوفوا السيارة الآن. يا الله والله العظيم هراء، 300 ألف كمان بالله عليك، 300 ألف كمان. هي إيش ذا الباكج الغش والله، والله ذا الباكج غش شباب. أوه ماي جاد ذا الباكج غش والله، بس ما بفتح منه أكثر لأن أنا ما أبي أروح فلوسي كلها على هذا الباكج. في عندنا هذا الباكج صراحة عاجبني بشكل لا يوصف يا جماعة الخير. ليش؟ لان عندنا في سيارات ما عندي اياهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اول واحد على حظي انا. عادي جدا 300 الف بالله عليك. انا اتوقع لاني حطيت رقصه قبل شوي كسبتها، وربي شباب اتوقع لها دخل. لا حد يقول لي ما لها دخل، لها دخل. شوف ذي الرقصه، ايوه ايوه شد جارث بيل. شوف الان شوف الان شوف السياره، شوف السياره شباب، شوف السياره. ممكالو زهير ممكالو، يا الله ابي اسمع صوت السياره. بالله عليكم كسبوني السياره ارجوك. ليش 100 الف؟ والله رخيص كثير. ايش ذا الباكج؟ انا اثق بخشمي، والله اني اثق بخشمي الا ما يكسبني خشمي. مو كبير على الفاضي عاد خشمي، ليش كبير على الفاضي؟ اخ فيدي بشي شغله بحياتك الان. كل 100 الف ذا الباكج المعفن. تعرفون شباب انا ولا مره حاولت افتح من ذا اللامبورجيني، ولا مره. يعني انا فاتح منه الا 3 مرات فاتح منه. كيف ولا مره؟ كذاب كمان والله، ما ادري شلون فتحته. خلينا نجرب حظنا الان هنا 3 مرات، يلا ليتس جو. هذه مره، ما تدرون ما تدرون شباب هذول الباكجات مو موجودين على الفاضي، يعني الا ما تكسب منهم ما تدري انت وحظك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب حظي ابي اللامبورجيني. اللامبورجيني اليوم ما راح تجي ابدا اللامبورجيني. اوه 400 ألف، قربت جدا. طلعت لي ذي شباب، طلعت لي ذي، مع العلم انه المبلغ الكبير هنا 500 ألف، يعني طلعت لي ذي قربت. هذا اللامبورجيني مستحيل ما يكون لامبورجيني. لامبورجيني ولا لامبر اقهريني يا حبيبي، اطلع اطلع برا اطلع. طيب نبي الان باكجات دسمه شباب، انا ابي ادلعكم. اعرف في ناس تحب اني اخاطر ولعيونكم بخاطر الان، بس لازم نخاطر بشيء محرز يعني الان. واحده من دول بالله عليك 20 دولار بحظكم جميعا، ليتس جو. يا الله يا ممكن لو الحياه كذا كانت حلوه كثير وانك تكسب كذا مبالغ طائله. يا والله ما يمدي شباب، والله ما يمدي. طيب هنا 6 مرات وراح اكسب مليون شباب، راح اكسب مليون اذا فتحت منها اكثر. بالله عليك عطني السيارة هذه، بوغاتي بوليد، بوغاتي بوليد بالله عليك، البوغاتي بوليد، بوغاتي. لا نبي البوغاتي شباب، وربي ابي البوغاتي بالله عليك، عطني البوغاتي. 200 ألف، اوكي اوكي شباب ابي ذي البوغاتي بالله عليك. بقي لي 3 محاولات، 3 محاولات على ذي البوغاتي، وربي انه يمدي، وربي انه يمدي، انا اوثق بنفسي وربي يمدي. مام قالوا يلا. يا الله يا ويلي 100 ألف، وقف ذي الرقصة، وقف. قبل شوي وقفت الرقصة وكسبنا السيارة على طول، كسبناها ورا ما وقفت الرقصات يعني. بوغاتي بوليد، راح أغمض عيني وراح أفتح. أوكي 300 ألف، حلوين حلوين لما لا. هذا آخر باكج شباب راح أفتح الآن بداخل ال 20 دولار الآن اللي صرفناهم على ذا الباكج. للأسف الشديد ولا سيارة، ولا سيارة. عيب عليكم الآن إذا ما طعتوني واحدة من هذول الاثنين، عيب وربي عيب عليكم وربي عيب، ألف عيب. 300 ألف مرتين يعني، جاني هنا مرتين بدل ما يعطوني شيء من هنا. يا أخي والله غش شباب، يا الله كم إني مقهور والله. إني شباب فيني ضيقة الآن والله، بس لما ما أكسب سيارات تجيني ضيقة على طول، ما أدري ليش. عندي 5 مرات أفتح ذا الباكج، راح أحاول إن شاء الله أحصل واحدة منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. اليوم ما في سيارات ابدا اليوم، كذا حظنا. هل يا ترى راح يصير فينا مثل المقطع الماضي على النهايات راح نكسب سيارة ولا لا؟ ما أدري، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم. سيارة، ليتس جو سيارة، يا رب يكون سيارة حلوة. لا لا بالله عليك، لا لا تعطيني ذي يا اخي، ليش تعطيني ذي؟ والله حرام علي، قهر يا اخي والله. لابيعها والله، لاطلعها وابيعها، وربي لابيعها الان. اصبر ذي الريبر شباب، تدرون كم سعرها؟ هل تعلمون كم سعرها الان؟ اذا حتى انا بعتها احس نفسي خسران فيها لو بعتها حتى. مو يا ريت سريعة كمان، بلا شوفوا سعرها شباب. ها 3,700,000 سعرها، من متى؟ ببيعها ببيعها، بكسب 370 فيها، ما ابيها صراحه ما ابيها. في مكان فاضي هنا شباب، اذا ما حصلنا هنا مكان الفاضي ذا والله راح ازعل ترى. الباكج ابو 6، والله لو ابو 6 يطلع لي البوغاتي هذا شباب. تعال نفتح من باكج ابو 6 عشان نطمح لذا البوغاتي، لما لا؟ في كثير ناس حصلتها ترى، انا راح اكسبها من اول ضربه. في عالم اليقظه، تعرفون عالم اليقظه؟ في ذاك العالم يعني. راح افتح منها كمان كذا 3-4 مرات، ما ندري. راح احاول شباب، راح احاول كذا 3-4 مرات. يعني لما لا؟ 300 ألف، بالله عليك ارتفعت لهنا ما مداك تطلع لهنا يعني. والله عيب عليك، شوف عيب عليك والله، عيب عليك ما تكسب عمك ما بقاله. 15 ألف، والله مكثرهم والله بزيادة كمان. سيارة بالعكس، سيارة سيارة، يلا سيارة. آخ أنا مخور.
الله ياخذ شكلك، الله ياخذ شكلك يا اخي. 50,000 اقتربنا جدا من الهدف، افتح كمان الا ما تحصلها. شباب ثلاث مرات واحصلها، باقي ثلاث مرات واحصل دي السياره 100%. هذه سياره بوغاتي اللي انا راح تكون، شوفوا راقبوا. باقي مرتين، انا ما اعطيت كلامني، انا ثلاث مرات باقي مرتين. طبيعي جدا الى ما نحصلها، لان ذي المره اخر بكي شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، حصلنا هالبوغاتي ديفو. الله 100,000 حصلنا شباب، 100,000 $40 بوغاتي لا فواتور نوار مكتوب، بوغاتي السيارة السوداء بالفرنسي مكتوبة كمان. أحس إنه عندي حظ إني أكسب شباب $40 هنا، راح نحاول نجرب حظنا بحظكم جميعا وبحظي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا كريم. أوه لا مو السيارة ذي، كسبت شيء ثاني. الله كسبت شيء ثاني، يا الله حرام، قهر شباب قهر. كسبت شيء هنا شباب، كسبت شيء هنا، ايش كسبت؟ اوه كسبت ذي اللي نحط على هنا، اما كسبت ذي كمان. اوه ماي جاد، صرت صارف على الباكيجات $7,000 تخيلوا. راح اروح اجيب الان ذي احطها بكتف، راح اروح نستلم ذي الان معك، ولكن باقي معي 14 شباب، 14 بدينا نفك فيها باكيج ابو 10 كذا على طول. ما ندري اكيد ما راح نحصل، بس لان انا استسلمت خلاص يعني. 100,000 حلوين، باكيج ابو 4 كذا يجي، تخيل ابو الاربعه يكسبني سياره يقول لك الان. يلا باكيج ابو 4 مستحيل والله، لو ايش والله طفرنا يا ولد. شباب طلعنا بسيارة اودي حلوة نوعا ما، خلينا نروح فيها الان فورا وحالا. سيارة اودي مرتبة طلعت والله، مو زعل انا بالنهاية. وطلعنا بتسعة مليون، طلعنا بعشرة مليون شباب. اوه ماي جاد، دقيقة انا كم صرت الان توب اغنى اغنياء هذا شباب؟ صار معي فلوس ترى، كنت توب 50 لسه انا توب 50 ما شاء الله، يعني اللي بعدي معه بالراحة 90 مليون مع 100 مليون اللي بعدي. هذه الاودي اللي كسبناها الان، هذه داخلها ما شاء الله تبارك الرحمن. ليتس جو، خلينا نروح والله. سرعتها يعني لكم عليها شويتين، ما احس اسرع سرعه. اوله هذا هو مكان اللي نستلم. ايش جاي اسوي ذا؟ يو مان شيت، ايش جاي اسوي ذا؟ والله شكله غريب ذا. كان هنا والله شكله ذا مضحك والله. اي ونت تو بيك اب باكج، ناخذ البومه من هنا وناخذ ذا الشيء من هنا شباب. بسم الله، جاهزين عشان نلبسها؟ تعال نشوف شكلها كيف راح يطلعنا من هنا. والله ابي البسها الان، وين تنحط؟ بدل السلسله تنحط. لا شوف كيف شكلها، بالله عليكم ذي تستاهل $7,000 شباب باللعبه. والله احس انه ملائمه لنفسي، بس ما ادري والله. اتوقع يا جماعه الخير خلاص هنا وصلنا الى نهايه هذا المقطع، يعني اتمنى انكم استمتعتوا معنا بهذه الجوله الخفيفه واللطيفه كذا، الابديتات البسيطه اللي سويت لكم اياها مع شويه تفتيح باكجات كذا. ان شاء الله المقطع الجاي نحصل البيت اخيرا وليس اخرا، انا جدا متلهف اني احصل على ذا البيت شباب. فبس يعني يعطيكم الف عافيه على المتابعه والمشاهده، كان معكم محمود من قناه ممكالو، السلام عليكم.